القدمير كمال المنسق الاقليمي للهيئه الديمقراطيه المغربيه لحقوق الانسان باقليم اسفي ورئيس الفرع المحلي بالاقليم. قمنا بوضع شكايه ضد احد الاشخاص بخصوص السب وانتهاك حرمه الموتى بخصوص واحد السيده اللي توفات مؤخرا، احد محاربات مرضى السرطان اللي ناضلت ضمن هاد الفئه ديال المواطنين اللي تعانوا من عده يعني احتياجات ومعاناه كثيره جدا. بخصوص الموضوع ديال الشكايه، احنا توصلنا كهيئه ببعض المقاطع فيديو لايف في احد المواقع التواصل الاجتماعي بيجو لايف على ما اعتقد، يعني كان فيه واحد السيد هو في حالة سكر، يعني يسب ويشتم في احد في المرحومة اللي ديجا توفات مباشرة بعد الوفاة ديالها بثلاث ايام تقريبا. تفاجأنا بهذا التصرف، في حين انه الكلمات النابية اللي صدرت على هذا الشخص يعني ما يقدرش راجل يعني يقول الراجل ما خصك يعني تقال في يعني في حق واحد السيده اللي توفات وديجا عانات مع هذا المرض، وعلى العموم راه باقليم اسفي ولا بجميع المغرب يعني كانت واحد المحاربه في هاد الفئه اللي تتعاني بزاف، وكانت من احد المبادرين في حمله العلاج المطالبه بالعلاج المجاني لمرضى السرطان. وهنا بغيت نشير واحد النقطه، انني تندعي يعني الجهات المختصه بخصوص يعني هاد المواقع اللي ربما ديال التواصل الاجتماعي اللي تيكسبوا منها بعض الاشخاص يعني بعض الاموال، في حين ان كانت المرحومه بحكم ان الدواء وتكلفه الدواء ويعني اللي تترافقها في هذه المرحله ديال مرض السرطان، كانت فتحت واحد الكونت تما وتدير يعني بعض اللايفات باش يعني تجني واحد بعض المبالغ باش تعاون على المرض ديالها وعلى التكاليف ديال المرض، وبالخصوص ان مرض السرطان يعني الادويه ديالهم راه كما تعلم الجميع انه ادويه يعني مرتفعه، وعاوتاني لكان الانسان ما في حالوش وهذاك الشيء يعني تيتكرفص. وبخصوص اسفي اللي ربما راه حتى هو معروف انه كاين واحد العدد كبير ديال مرضى السرطان اللي تيلقى واحد المشكل في اطار تنقل من هنا لمدينه مراكش من اجل تتبع العلاج. وبغيت نشير واحد النقطة أخرى بخصوص جمعيات مرضى السرطان، واحد النقطة مهمة أنه بالنسبة لجمعيات مرضى السرطان أن تنشيدوا بهذا العمل اللي تقوموا به من أجل التواصل مع سميتو، من أجل تقديم جميع ما يتعلق يعني بمرض السرطان من نصائح ومن عدة على حسب الأهداف ديال الجمعية، إلا هنا بغينا نشير واحد النقطة اللي هي مهمة، انه مرضى السرطان او الجمعيه راه الدوله يعني وضعت واحد يعني حسمت في هذا الموضوع ديال جمع التبرعات، لانه كما تلاحظوا انه بعض الجمعيات للاسف انهم تستغلوا هاد المرضى ديال مرضى السرطان، بعض الاسماء اللي تيتعاطفوا يعني تيلعبوا على الجانب الانساني من المواطن، انه تيكون واحد الشخص اللي هو تيعاني من واحد المرض ويعني في واحد الحاله يرثى لها، وتيبداو يعني تيستثمروا وتيقلبوا مشروع من اجل يعني جلب الاموال، وبالتالي هذاك المريض يعني لا يستفيد شيئا. هنا بغيت نشير لهذه النقطه الاساسيه واللي مهمه بخصوص هذا الموضوع ديال الجمعيات. بالنسبه لجمع التبرعات راه القانون ولا واضح انه كاين المسطره ديال 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 جمع التبرعات، او الا كان شي حاله انسانيه ربما انه يربط احد المحسنين او يربط واحد اتصال مباشر مع الشخص ما فيها باس هذا تبقى، ولكن مني تتبقى واحد الاعلان وتساعدوا مع هاد السياد ولا نلوح واحد الصوره ديال واحد الانسان اللي في واحد الحاله اللي هي جد يعني ضعيفه يعني نستثمروا هذيك الصوره من اجل جلب الاموال، فهذا يعني شيء غير معقول وغير يعني غير مقبول. بخصوص هاد السيد اللي يعني ظهر في هذا اللايف يعني تسب ويعني سب وشتم وإهانة بجميع المصطلحات يعني النابية يعني في حق المرحومة رحمه الله واغفر له وجعل قبره روضة من رياض الجنة،
احنا درنا وضعنا شكايه لدنيه بالعامه بخصوص الموضوع من اجل البحث، من اجل فتح تحقيق مع والاستماع الى 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 المشتكى به. وايضا وجهنا انه لا بد يعني واحد الرساله نوجهها لهاد المواقع بصفه عامه، انه يجب الضرب يد من حديد يعني، وبالخصوص انه شنا هاد يعني هاد التفاهه ولا بعض الكلمات النبيله تصدر من بعض الاشخاص في هاد المواقع، ولكن باش توصل للمساله ديال انه انتهاك حرمه الميت ويعني الاصدقاء والعائله ديال المرحومه اللي باقين اصلا باقين يعني محروقين يعني من جهه المرحومه، وبالتالي نطالب من الجهات المختصه ضرب يد من حديد على كل من سولت له نفسه القيام بمثل هذه الافعال ليكون عبره لغيره. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.